أعزائي المشاهدين، من قلب الأحداث بنلف وبندور على إجابة سؤال محير كل الناس، من العيل الصغير لست البيت لبياع أنابيب البوتاجاز، يا ترى ليه إلكترو ستار ثابت عبد الستار؟ لو سمحت. يا ساتر يا رب. عشان بتفكر من غير ما تحتار. ممكن يكون سافر الخليج وجاله عقد عمل هناك. الصراحة دمه تقيل قوي. ممكن عاوز فلوس أكتر. عشان كان قالش. ليه ولا إجابة من دول. إلكترو ستار طول عمرها ستار، والحملة الجديدة ما فيهاش عبد الستار.